اهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدد جديد من حصاد 24 نفتحوه معاكم على بركه الله اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 باش نتناولوا اهم التنقيحات اللي ادخلتها الحكومه على مشروع قانون الماليه التكميلي 2020 واللي تنظر فيها لمات لجنه الماليه والتخطيط بمجلس نواب الشعب. باش نرجعوا على اهم التنقيحات وباش نتسائلوا هل الدوله قادره على تعبئه الموارد الماليه لسد عجز الميزانيه. كذلك باش نرجع اليوم على قرار وزارة الصحة، وزير الصحة اللي خذاه بعد التشاور مع اللجنة العلمية والقاضي بفتح المساجد والجوامع، قرار جاي بعد احتجاجات الأئمة ورواد المساجد وبعد رفع قضية في الغرض إلى المحكمة الإدارية وأيضا بعد تصريحات مثيرة لمفتي الجمهورية. كذلك باش نرجع على أهم الاحتجاجات اللي يشهدها بعض المناطق والقطاعات وباش تتسائلوا تقريبا على أهم أسبابها. في الجزء الثاني باش يكون معنا الدكتور المنذر لونيسي باش يتناولوا اخر مستجدات الوضع الوبائي واخر اخبار التلقيح ضد فيروس كورونا. باش يرافقني في التحليل والنقاش الاعلامي والصحفي زياد الهاني. مرحبا بك زياد والحمد لله على السلامه. الله يسلمك الله يبارك فيك. مرحبا بك. كذلك يرافقني الناشط السياسي والناشط بالمجتمع المدني سي عمر الشهباني. مرحبا بك سي عمر. باش يكون معايا في البدايه الاعلاميه المختصه في الشان الاقتصادي جنات بن عبد الله. مرحبا بك جنات. في البداية البلاد شهدت جملة من الاحتجاجات، شهدت تقريبا احتجاجات انتشرت في عدد من المدن خاصة بعد اتفاق الكامور وأيضا بعض القطاعات كقطاع القضاء الآن وقطاع بعض القيمين في باجة. نشوف ونرجع على أهم هذه الاحتجاجات في التقرير التالي ثم نعود للنقاش. تفضل. لم تهدأ الاحتجاجات الاجتماعية في تونس منذ شهرين، فكانت فترة ساخنة بامتياز عرفت تحركات اجتماعية جماعية وقطعية التقت معظمها في ذات المطالب شغل تنمية وإصلاح. الاحتجاجات في البلاد كانت انطلقت مع أصحاب المقاهي والمطاعم من خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام المسرح البلدي رفضا لقرار حكومي إيقاف العمل بالطاولات والكراسي توقيا من فيروس كورونا، وهو ما دفع إلى غلق العديد منهم. الفنانون بدورهم كانوا طالبوا رئاسة الحكومة بإلغاء حظر الجولان واستئناف الأنشطة الثقافية والفنية التي تمثل مورد أرزاقهم لتستجيب الحكومة لمطالبهم بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية، سلاح حملته عديد القطاعات الأخرى التي رأت في الاحتجاج وسيلة لتحقيق مطالبها. لتعلن جمعية القضاة مؤخرا إضرابا عاما لخمسة أيام بسبب ما وصفته تردي الأوضاع الصحية والاجتماعية للقضاة، مطالبة وزارة العدل بتعقيم كافة المحاكم ومهددة بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. تحرك آخر نفذه عمال الحظائر الذين دخلوا في سلسلة احتجاجات جهوية منذ أكثر من شهر مطالبين بانتداب من تجاوزت أعمارهم 45 سنة وغير المشمولين منهم بقرار التسوية ضمن الاتفاق المبرم بين الحكومة واتحاد الشغل. هي موجة عكست غضبا شعبيا ونخبويا تجاه واقع اقتصادي واجتماعي صعب لتمتد إلى أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ومن فاقت بطالتهم العشر سنوات، فيدخلون بدورهم في احتجاجات توسعت بمختلف المدن والولايات التونسية منادين بانتشالهم من البطالة والتهميش. مطالب تحققت وأخرى لا زال أصحابها ينتظرون، ولكنهم يهددون أيضا بتنفيذ إضرابات عامة كما هو الحال في باجة، حيث أعلن الفرع الجهوي لتنسيقية المنظمات الوطنية إضرابا جهويا يوم الأربعاء المقبل بسبب ما اعتبروه إقصاء الجهة من حقها في التنمية. مطالب كبرى واستحقاقات مستعجلة يدافع أصحابها عن مشروعيتها، ينتظرون موقفا رسميا يعكس إما استجابة أو تأجيلا. معك جنات، الظاهر أنه اتفاق الكامور أعطي انطباع لدى بعض الجهات بأنه المكاسب لا تتحقق إلا بالاحتجاج وتوقيف عجلة الإنتاج، وبالتالي مشيت بعض الجهات في هذا المنحة وطالبت أيضا بحقوقها، والبعض مشي باش يسكر الفانات في القصرين وفي جابس، شوفوا أنه يسكروا في مواقع الإنتاج. شنو رأيك في الوقت؟ يعني انت كانك قاعده تحلل فيه من الجانب السلبي، ولكن هو ما نجمش ننظروا له من الجانب السلبي باعتبار ان اليوم الدوله تاكلت، الدوله تحتضر. بما معنى ما معنى مفهوم الدوله هوني؟ دوله يعني لازمها تكون موجوده، موجوده من خلال المرافق نتاعها، موجوده من خلال المؤسسات نتاعها، موجوده من خلال
يعني ما تقدمه للمواطن. اليوم كان لاحظت شيء، هي احتجاجات لم تتوقف راهو منذ الثورة إلى اليوم، وكل حكومة تأتي تعطي يعني وعود وتسوق الوهم والسراب في انتظار كون هي تسخن بلاصتها لفترة وبعد ترحل وهكذا دواليك. هما يرحلون ويبقى يعني الشعب يعاني. اليوم مسألة الكامور يعني ما هيش جديدة، نجم نقولوا حتى قبل راهي من 2017، لربما اخذت شكل يعني علني اكثر في 2017. اليوم اللي صار لربما منهجيه التعاطي مع مشكله التنميه الجهويه تغيرت نسبيا في يعني في الوفد في التنسيقيه، والوفد اللي مشى لربما تغير الطرح، والناس اللي مشات الغادي مشاو المديرين العامين في الوزارات المعنيه، لأنه مسألة التنمية الجهوية ما هيش مسألة وزارة وإلا قطاع، لا، هي مسألة التنمية الشاملة بمفهومها الشامل. لربما تنقل المديرين العامين المرة هذية خلات الطرف اللي يطالب بحقه وقع يعني هذه المواجهة ما بين الطرف اللي يطالب بحقه والطرف اللي يوفر الحقوق هذية، وطرفين اليوم هذاك قالوا أنا هذاك اللي نجم نعمله، والأخرين يعني بدأوا يقتنعوا. قبل كان يمشي ويعني الخطاب السياسي الشعبوي على كل، كان خطاب سياسي للتهدئة وفقط. اليوم إن شاء الله أنا نقول ولو أنا ما عنديش أمل. علاش؟ لأنه مسألة التنمية راهي ما تجبش تتناولها حسب الجهة، يعني جهة كل جهة تعمل وحدها. صحيح كل جهة عندها خصوصية، ولكن هناك مخطط تنموي شامل. احنا اليوم تم القضاء على يعني التعاطي مع من خلال مخططات، وما سمي بالمخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 بعد شوية. لكن خليني نتسائل قبل كل شيء، التحركات الاحتجاجية اللي صارت وبعض التهديدات اللي وصلت لرئاسة الجمهورية من اتحادات الشغل، وتهديد بتحركات احتجاجية في باجة، في سليانة، في القروان، في جابس، يعني هذه كلها جات مباشرة بعد اتفاقية الكامور. يعني اتفاقية الكامور مهما كانت المبررات اللي نقولوا عليها، هي ألقت بظلالها على هذه المطالب الجهوية اليوم، واللي أصبحت مطالب ملحة في الجهات. معناها ما نجموش نقولوا اليوم أنه اتفاقية الكامور مرت والسلام. لا، ما تجمش تكون مرت والسلام. نعم. لأنها تنتمي إلى محيط معين، تنتمي إلى معطيات. اليوم المعطيات هذه ما هيش خاصة بمنطقة الكامون، لربما هما عبروا عليها من خلال غلقان الفانا، لأن كان هناك آلية نجموا يعني ينزلوا عليها. لربما في المناطق الأخرى ما ثماش الآلية هذيك باش تضغط على الحكومة. وأعتقد كونه حتى آلية الفانا اللي استعملوها البنك المركزي قاعد يستعمل في الفانا متاعه زاد. البنك المركزي أغلق حتى هو الفانا متاعه على ميزانية الدولة. شنرجع الموضوع يعني نعم. لربما الآلية اللي توفرت لهم، ولو هما راهو ماهوش الغاية متاعهم إيقاف الإنتاج، لكن أوقفوا الإنتاج، أوقفوا الإنتاج أكثر من شهرين، من 15 جويلة إلى حدود الإنتفاق. الدولة لواش موجودة؟ الحكومة لواش موجودة؟ واش لخدمة المواطن؟ باهي، لسائل أن يتساءل، هل أن كل هذه الحكومات عاجزت عن يعني التعاطي مع المسألة متاع الكامور؟ يا أخي أنت تعملي في ميزانية الدولة كل عام، وتعملي في قانون مالية كل عام، وين ماشيين الفلوس؟ ما هوني السؤال. إذن سمحني نكمل. إذن التعاطي اللي قاعد موجود والسياسة اللي قاعدة تتعمل كلها أوهام، وكلها يعني مغالطات، والحقيقة غير ذلك. لأن حقيقة الوضع الاقتصادي اليوم مش احنا اللي نحكموا فيه، مش احنا اللي قاعدين نسيطروا عليه، هي يعني جهات إقليمية هي اللي تتحكم يعني في الشأن الداخلي. نعم. الشأن الداخلي اليوم خرج عن السيطرة، على سيطرة يعني القرار السياسي الداخلي، وأصبح بيد. نعم. القرار الإقليمي. سي عمر، احتجاجات تتصاعد من لحظة إلى أخرى، من جهة إلى أخرى، من قطاع إلى آخر. اليوم نشوفوا القضاة، نشوفوا رواد المساجد، نشوفوا الأئمة، نشوفوا الفنانين وأصحاب المهن الموسيقية، نشوفوا القيمين اليوم في باجة. يعني شنو هي الوتيرة هذه اللي تنبأ ربما بشتاء ساخن؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو أنا بارك الله فيكم على أنه تشاركونا في هالموضوع هذا من أجل الإدلاء بما يمكن أن نتحدث فيه. الاحتجاجات وإعادة جذوة، اشتعال جذوة الاحتجاجات من جديد، وإن كانت هذه الجذوة لم تنطفئ منذ الثورة،
وعلينا أن نتذكر أيضا أن هذه الثورة انطلقت من سوق أسبوب من سوق شعبي، من مواطن مسحوق، من جهة محرومة، وتسربت إلى بقية الجهات المحرومة، بل إلى الأحياء داخل العاصمة محروم. هذه حكاية الاحتجاجات أطلب نعطيك، هذه بدت من عام 2011 مع الحكومة متاع المرحوم الباجي قايد السبسي، لما طلبوا بعض الموظفين طلبوا زيادة في الشهرية بسبعين دينار، وهجموا على ساعتها على الوزارة الأولى، وقعت تلبية هذا الطلب بإعطاء 70 دينار لأولئك الموظفين، وبدأت عجلة المطالبة والأخذ في الدوران إدارة فإدارة، وزارة فوزارة، ثم خرجت من قالب الوزارات والوظيفة العمومية إلى الجهات، باعتبار خاصة مع تنفيل الدستور للجهات المحرومة والمناطق الداخلية وإعطائها الأولوية في التنمية. هذا الأمر، وكانت خاصة خلال فترة 2011-2014 كانت فترة متاع مطالبات للجهات، وبدينا اللي يطلب نعطوه، طلبت احتجاجات في مكان معين باش نحلوا الاحتجاج هذا، نعطوه شركة للبيئة وندخلوا فيها مجموعة من الموظف من الخدامة، يطلبوا مجموعة أخرين على أنه ما عندهمش مي وراهو المي متاعهم قاعد يمشي لجهات أخرى، فنمشوا لهم في شكل وزارة ونهزوا عمانة حزمة من المطالب ونحرصوا على أن نسكتهم. حاثة الكامورة أو بطولة الكامورة أو الفعل الحقيقي الذي جلب المطالب إلى التحقيق في الكامور، يعني في السياق حطيتها بطولات، يعني اي كل حد يحكم فقط عليها. حبيت استوضح كل حد يرى كيما يحب، انا مانيش ضد الدوله، انا مانيش مع الذين يستقون على الدوله بفانا والا بالفوسفات والا بالقمح والا بالتمر والا بالصيد البحري اذا كان عندنا، ولا بالسياحه زاده، والا بالبنك المركزي مدام جنيت، انا مانيش مع هذا الامر. الدوله وحده موحده تحرص على اقتسام موارد الثروة على كل جهاتها ومواطنيها، ليس بالضرورة أن يكون بالتساوي ولكن بصفة عادلة. الكامور هذا أمر احنا عايشين عمان من عام 2013، هنا مشينا للصحراء، هم رجعوهم، هم تفاهموا، هم مجلس، هم مجموعة وزارية، هم مجلس وزاري، هم وزير، هم عماد الحمامي، هم فلان، هم فلتان مشي، ولكن في الأخر هذه الاتفاقات لم تكن على مستوى حقيقي من التفاوض حتى لن تتنفذ بعد ما يقع الاتفاق فيها. راو مش كان هذا الاتفاق راو قاع اتفاق آخر في قبلي في 2016 على 85 نقطة، وراو قاع اتفاق آخر في القروان وقت خرجتك الغازات من بعض الأراضي. ولكن وقت نقول أني هذه البطولات، لأني أنا أحمد لأهل التطاوين أنهم تحركوا كتلة واحدة، لم يستطيع الذي أراد شقهم عن طريق القبلية، عن طريق المناطقية، عن طريق العملية السياسية، عن طريق المنظمات الوطنية اللي كانت داعمة للعملية هذه، ولكن في النهاية لما جابوا النتيجة، وبارك الله فيها الحكومة الحالية اللي أعطت النتيجة، كانت مثالا سيئا لمجموعات أخرى. نعم. هذا المشكل. خليني معك. لا أنا بجهز برك لأنه المحور هذا. الكلمة ذي باش نربط. تفضل. لأن المحور هذا نحب نختصر فيه. هذه النتيجة الإيجابية لتطاوين ولأهالي تطاوين ولتنسيقية الكامور، وإن كانت على قدر عال من أنها حققت مطالب مجموعة الكامور، إلا أنها كانت نموذجا سيئا احتذي به في مناطق أخرى لتحقيق نفس المطالب مع تغيير الآليات. أنا نحب نقول لك حاجة أخرى، أنه في سنوات 2011-2013 كانت الفوسفات كانت هذه هي الطريقة، الفوسفات كان هيك وكنا نسكره باش يزيدوا، وكانت كل الأحداث التي تقع على مستوى الأبراط، معناها الموانئ، على مستوى المغاسل، على مستوى السكك الحديدية، على مستوى منع القطارات من نقل الفوسفات من مكان إلى مكان، كانت الغاية منها هي تحقيق مطالب جهوية لبعض الجهات المسحوقة. وأنا نذكرك بأنه باجة، ونختم بهذه، أي نذكرك بأنه باجة، نذكر بأن حاجب العيون بالمناطق هذه كلها، إما أن هي منبع متاع مي أو تمر منها قنوات المياه، كانت استعملت في هذا الأمر. أي نعم لم تحقق الأهداف كاملة،
ولكن تحقيق الأهداف الكاملة في الكامور جعل هؤلاء الذين سبق لهم أن احتجوا على هذه النقطة بنفس المطالب أن يجددوا هذه العملية من أجل تحقيق المطالب. واضح الفكرة. خلينا نمشي معك زياد ونختم في هذا الموضوع. البعض يرى أن تنفيذ تعهدات الدولة هو من هيبة الدولة، لأن الدولة إذا كانت تبرم اتفاقيات مع جهات معينة للمفروض أنها تتعهد بها وتنفذها، وهذه من هيبة الدولة. البعض يرى، البعض الآخر يرى أن خضوع الدولة لسلطة تنسيقية الكامور بعد تسكير الفانا والخسائر المادية اللي لحقتها والخسائر الرمزية اللي خسرتها الدولة في مفاوضتها لتنسيقية الكامور أيضا أضر بهيبة الدولة. أنا في تقديري هذا يدخل في نقاش النتائج، ولا نفضل أن نمشي للأسباب. السبب الأساسي هو أن نحن عايشين حالة متاع في غيبوبة وحالة متاع تخبط. نعم. وماناش نتلمسوا، قاعدين نتلمسوا، ماناش لقين أنا ومنين باش يكون المخرج وكيفاش باش يكون المخرج ومنين باش نبداو الخروج من النفق. وضعية بلادنا اليوم هي وضعية تاع بوعيدة. نهار 14 جانو في 2011 عمل العملية على قلب مفتوح. العيلة في فرحان فرحت العملية فهمتي نجحت، وكنا في الناس كل في متصور أنه باش تفتح أمامها آفاق جديدة وأمال وانبعثت أمال فهمتي جديدة. لكن البو هذا وقت اللي خرج من حال من غرفة العمليات حتى حد ما هو مقدر أنه راه فهمتي باش يحتاج إلى فترة متاع نقاهة ولا فترة فهمتي متاع علاج قد تطول باش هو يعاود يقف على سقيه فهمتي من جديد ويكون قادر على استجابة لطلبات كل أبنائه، وهي طلبات في أغلبها بني مشروع ما يجي مناقش فيها حتى حد، خاصة وأنه هي ناجة عن خلل في التسيير اللي هو دام عقود وعقود من قبل 14 جانفي 2011. لكن شنو اللي صاير؟ هالأبناء هذوما تكالبوا كلهم على أبوهم، وكل واحد منهم حاس بالضعف انت بتاع أبوه لأنه يحب يسكت تنتي أخوه، وكل واحد يحب يجبد تنتي اللي هو، والنتيجة هم مش مدركين أنهم باش يبركوا أبوهم وأنه لا قدر الله غدوة فني باش يتمد قدامهم ووقتها فني باش يبكوه وحين ما عادش ينفع الـ 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 الندم. اليوم نحن ما عندنا حتى حد للأسف عنده الجرأة أنه باش يصارح الناس انتي بالواقع وأنه باش يحملهم مسؤوليته، واللي يبدأ في الحكم يتحمل كذلك معهم المسؤولية. باش نبدأ بآخر ربما فني إفراز لهالظاهرة هذه، القانون نتاع الانتداب، القانون 38 سنة 2020 نتاع الانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية اللي هو يتعلق بتشغيل العاطلين عن العمل اللي فاقت مدة البطالة نتاعهم 10 سنوات من حاملي الشهادات. نحن نعرف حسب إحصاء المعهد الوطني للإحصاء في 2019 انه نسبة العاطلين في تونس من استعداد السكان الناشطين هو تقريبا في حدود 15.3% اللي هو يقابل تقريبا 635 ألف عاطل عن العمل. هذا من ضمنهم ثم عندك 256 ألف عاطل عن العمل اللي هما أصحاب النشاط العليا. كيف خذينا القانون هذا ما رعيناش في حاجتين. أولا الساعة الدستور في فصله 63 اللي يلزم أنك أنت ما تجيب مقترح متاع قانون فيه في موارد إلا لما تبقى موارد تنتينيك في القانون، وهذا فهمتي ما تمش. وكل النواب الذين فهمتي تداعوا ليصن هذا القانون هذا تداعوا لإرضاء الشعب يريد، مش الواقع متاع البلاد وانتيش يتحمل ولا دستور البلاد والقانون اللي شاف محكمة بيه. وانخرط في هذه اللعبة للأسف اللي هي تغالط الناس وتغالط الوعي متاعهم وضد قانون بلاد دستورها رئيس الجمهورية اللي كان هو كخبير في القانون الدستوري كان يقول لا هذا القانون غير دستوري وما نمشيش فيه، لكن باش نرضوا الجماهير في البرة اعطينا انفسنا مدة متاع 4 سنين في باش نشغلوهم 4 سنين نكملوا كلنا ولايتنا، اللي في البرلمان يكمل ولايته والسيد الرئيس يكمل ولايته وبعد خرجت منك يا كرشبه ان شاء الله تدخل في الكيلة فارت. المسألة الثانية هي تتعلق في الإحصائيات. نحن ناخذ في قانون ونبني عليه التزامات ونقولوا باش نخدموه في ظرف 4 سنين ونحن ما عندنا حتى إحصائية تبين قداش عندنا من واحد يدخل في الخانة هذه وكيفاش انت باش نوزعوه. اليوم مثلا ما حتى حد في البلاد هذه عينه فهمتني على البلاد ومستعد باش ياخذ قرارات صعبة اللي هي تنفع باش تداوي البلاد وتعاود تقف على ساقيها، لان الناس كل تحسب وخايف على بلايصها. نعم يعطيك الصحة زياد على كل هالمعطيات. انا نحب ننوه ان كنا استدعينا السيد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتوسع اكثر في هذا الموضوع، لكن تعذر عليه المجيء من عرش، ان شاء الله يكون المعنى خير على كل حال بعد ما اعطي الموافقه نتاعو ما نجمناش نحصلوا عليه بعد. خليني نمشي الموضوع الثاني بسرعه لان الوقت قاعد يضغط والمواضيع دسمه تقريبا وكثيره. الموضوع الثاني هو موضوع الميزانيه، مشروع ميزانيه القانون الماليه التعديلي لسنه 2020 وما اثاره من جدل، وهو رجعوه للحكومه، هاي الحكومه رجعته لمجلس النواب ومازال اليوم في لجنه تخطيطه الماليه. خلينا نشوفوا هالتقرير ثم نعود للنقاش. تفضل.
تراجع نمو الاقتصاد التونسي مع موفى شهر سبتمبر 2020 بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. ويسجل الاقتصاد التونسي وفق المعهد هذه النتيجة بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 بنسبة 6% مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2019 ومقارنة بالثلاثي الثاني من عام 2020 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.8%، علما وأنه تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الثاني بنقطة لتصبح سالب 21.7%. من جهة أخرى تنظر اللجنة المالية والتنمية في مشروع القانون المالية التكميلية بعد إدخال تعديلات عليها، تعديلات يرى خبراء الاقتصاد أنها عبثية، حيث تم التخفيض في عجز الميزانية من 13,792 مليون دينار إلى 11,492 مليون دينار. وبهذا التخفيض أصبحت وزارة المالية حسب بعض الخبراء في موقع يشبه كثيرا موقع المستجير من الرمضاء بالنار، باعتبار أن نسبة العجز تتجاوز الحد المسموح به حسب المعايير المعتمدة في هذا المجال أكثر بأربع مرات. كما أبرزت أحكام الفصول المنقحة من المشروع أن المداخيل الجبائية تعادل 87% من موارد الدولة، في حين تناهز على التوالي نسبتي المداخيل غير الجبائية والهبات 4.9% فحسب. وتقدر موارد الاقتراض بكافة أصنافه زهاء 19,491 مليون دينار. وزير المالية الأسبق حسين الدماسي أكد أن للدولة مصدران أساسيان لتعبئة موارد ميزانية الدولة معطلين، هما الموارد الذاتية المتأتية أساسا من الجبائية، والثاني هو التداين الذي أصبح أمرا صعبا، مؤكدا في ذات السياق أن الحكومة عجزت عن سد عجز الميزانية. وأشار الدماسي إلى أن السوق العالمية أصبحت جهنم على حد توصيفه، وإلى أن سعر الفائدة أصبح يقدر بـ 11% ليس بسبب تراجع ترقيم تونس السيادي فقط، وإنما وبالخصوص نتيجة الشح الكبير في السوق العالمية نظرا للجوء العديد من الدول إليها بعد الأزمة الأخيرة. كما أكد أن أمام تونس سنوات عجاف من حيث تعبئة موارد ميزانية الدولة، منوها إلى أن هذه المسألة لا تتعلق فقط بميزانية سنة 2020 وإنما أيضا بالسنوات القادمة. مرحبا بكم. إذن من جديد، تعديلات جديدة دخلت الحكومة على مشروع قانون المالية التكميلي 2020، تقريبا أهمها هو الضغط على عجز الميزانية من 13,792 مليون دينار إلى 11,492 مليون دينار، تقريبا أهم ما جاء في القانون، إضافة إلى التقليص من نفقات دعم الحبوب. يعني أنا كيف نسمع هكاية زي تتأكد كونه الدولة تحتضر وهناك استهتار واستخفاف بالرأي العام وبعقل التونسي. اليوم حكومة تقدم مشروع قانون مالية تعديلي، تقدمه وهي ما ضمنتش الموارد متاعه لتنفيذه. هو الواجب مشروع قانون مالية تكميلي، لأنه القانون المالية الأصلي ظهر كونه عاجز، ما نقولوش عاجر أو عاجز راهي مهذبة، ظهر كونه فيه مغالطات كبيرة وغطاوها بجائحة كورونا. واليوم يعني جاء القانون المالية التكميلي هذا وسميوه هما التعديلي باش يغطيه العجز اللي في الميزانية. هل يعقل أن حكومة يعني وزير المالية سيد وزير المالية قال كونه احنا يوميا مع شركاء متاعهم مش متاع الشعب، شركاء الحكومة اللي هو صندوق النقد الدولي، اللي هو البنك الدولي، اللي هو الاتحاد الأوروبي، اللي هي سفارة فرنسا، اللي هي الوكالة الفرنسية للتنمية، الوكالة الفرنسية الألمانية للتنمية، هذوما شركاء الحكومة وليسوا شركاء الشعب التونسي. على كل قال كونه احنا دائما باتصال متواصل ومع محافظ البنك المركزي. شو نفهموا احنا من اللقاءات هذه؟ كونه الناس الكل قعدت ووفرت الأموال اللازمة لتمويل ما تبقى من ميزانية يعني السنة الأشهر المتبقية، لأنه ما راعنا إلا كونه تقدم مشروع قانون مالية تكميلي وهو فارغ. يعني علاش تقدموه فارغ؟ لأنه فيه استخفاف بالتوانسة،
قبل كانوا في قبل انتخابات 2019 كانت آلية التوافق هذه اللي هي كانت آلية ملعونة، كانت لعنة على البلاد. علاش؟ لأنهم يتفقوا زوز أحزاب ويمرروا الأخطاء والمغالطات والكذب. اليوم لربما هناك قوى حية وإحنا قوى وطنية وموجودة القوى الوطنية، بقى تو مازلت ما تشكلتش كما ينبغي، مازلت تبحث على روحها. يعني رفضوا قالوا إحنا ما نعديوش قانون مالية بالصيغة هذه لأنه سي لو نونسونس، من غير المعقول كونك تتوافق على قانون مالية تعديلي وأنت ما عندكش الموارد. وافتعلوا العركة مع محافظ البنك المركزي، وكأن المحافظ البنك المركزي ما كانش فيه يعني لقاءات يومية. على كل نمر أنا على هذايا، نوقف على كلمة الافتعال العركة مع محافظ البنك المركزي. شنو هدف الهدف منه؟ الهدف معناه بيع المؤسسات وخصص المؤسسات. أيوة شو الهدف؟ باش يتوانسة اختوى. هل يعقل سي عامر، هل يعقل أنه رئيس حكومة ليس له علم بقانون استقلالية البنك المركزي؟ هل يعقل أن سيد وزير المالية ليس له علم باستقلالية البنك المركزي؟ كان عندهم تبرير يقول لك في الظروف الاستثنائية، احنا اليوم في أزمة عالمية في جائحة. ما تنساش حاجة كونه البنك المركزي يعني مفروض عليه قانون، وباش يخرق هو القانون لابد من ترخيص من مجلس نواب الشعب حتى ريت علاش سميتها أنا يعني عركة مفتعلة. لواش؟ باش يقولوا يتواسى راهو ما عندناش مفر، راهو باش نزيدوا نضغطوا على النفقات. نعم. وكأنه نفقات شنية هي في الأخير؟ هو أجور الدعم ودعم. والأجور. نعم. أما راهو خدمة الدين مانيش باش نشدوه. هذه حاجة. خليني توا تقول لي أنت سحبوا المشروع القانون. نعم. ورجعوا مشروع قانون تعديلي للتعديلي. بيسأل أن يتساءل شو جابوا جديد؟ هل أن هناك رؤية أخرى؟ هل هناك يعني طرح جديد؟ لا، قالوا راهو نقصنا من عجز الميزانية كيف كيف، استهتار آخر بالرأي العام. وهوني سمح لي باش يعني نعلق على كلام زياد. اش قال زياد؟ قال هل يعقل كون القانون مر على مجلس النواب متاع يعني تشغيل دون النظر في الموازنات المالية؟ نعم. يعني أنت ما عندكش نسبة النمو قداش؟ ما عندكش دراسات؟ إذن يا دولة كيف تتعهد وتخرج على مجلس النواب وتقدم مشروع قانون، من المفروض مشروع القانون هذا يأخذ بعين الاعتبار كل الضغوط اللي موجودة، وانت يلزمك تعمل بطريقة انك تتجاوز وتجد الحلول لتجاوز تلك الضغوط. شو عملوا هما؟ بقطع النظر على الضغوط لقالوا راهو احنا مدعوين الى تدعيم الانتاج، مدعوين الى التخفيض في عجز الميزان التجاري، مدعوين إلى النهوض وحماية الدينار التونسي اللي هو أكبر يعني كارثة على البلاد، كونه الانزلاق متاعه بسبب سياسة يعني متاع البنك المركزي. نعم. سياسة الصرف المريدة هذه، وبسبب عجز الميزان التجاري اللي اليوم وصل لنهارين هذه في العشرة أشهر 19 مليار دينار. نعم. تعرف نمشي نخلصوه من 19 مليار دينار بالقروض، وتعرف شكون يعطيك القروض؟ راهي القروض موجودة في الاتحاد الأوروبي. لا ما عادش موجودة، هي المشكلة أنه يعني القروض لا ما عادش موجودة بكهافة الدول عليها بعد جائحة كورونا. ما هوش صحيح سي عامر، أنا نرجعوا للفكرة هذه بعدين. ما هوش صحيح، علاش؟ لأنه الاتحاد الأوروبي واقف لك بالمرصاد. انت تقول اي راسي راني ما نحبش القروض، هو يقول لك نعطيك الواش باش يخدم الماكينه نتاعو. نعم. باش يخدم باش خاطرك انت سوق الاستهلاك، انت راهب مجرد رقم. خلينا نعطيو الفرصه لسي عمر. نعم. علاش؟ لانه هذه الحكومات لم تاتي من الشعب، هذه الحكومات جاءت حسب اجنده الاتحاد الاوروبي. واضح. سي عمر، المصدرين نتاع تمويل الميزانيه تقريبا معطلين، المورد الاولاني هو الموارد الذاتيه اللي تخص الجبايه اللي معطله باعتبار انه الوضع الاقتصادي متازم وما ثماش منين تدخل الدوله في المورد الذاتي. المورد الثاني التدين والترقيم السيادي نتاع تونس هابط، وبالتالي الخروج الى السوق الماليه يكون مكلف. تقريبا نسبه الاقتراض ولات 11% تقريبا. احنا في السوق الداخليه نهار 12 نوفمبر 9% يعني ميزانية 9.4%. تفضل سي عمر. أنا مادام سألتني السؤال هذايا ودخلت مسألة الجباية، خليني نشكر أعوان الجباية في تونس. نشكرهم باعتبارك المالية. نشكر على أساس أنه الناس هذونا يعني الجباية والاستخلاص وإخوتنا في الديوانة، نشكرهم على المجهود رغم ضيق الإمكانيات ورغم عدم وجود المنصة القانونية الكافية
من أجل أنهم هم يقوموا بإسداء أعمالهم. أني ندور نحب نقول لك اليوم أنه أعوان الجباية لليوم ما عندهمش قانون. أعوان الجباية ما عندهمش هيئة. اتعملت الهيئة وقعدت معلقة كيس طيل مية في السماء، لا جاه الريحة بطة ولا الجنالة باش تشربوا منها. قعدت هيئة معلقة، القانون معناها الاسم موجود ولكن التنفيذ العمل اليومي اللي هو باش يتصرف من بعد إيجابي على ميزانية الدولة في الجباية وفي أنت إحنا كي نحكوا على 4.9% من ميزانية الدولة موارد شو هو هذا يا ودي؟ إحنا نحكوا على أنه ميزانية الدولة اليوم في تونس، ميزانية المالية العمومية في تونس تعاني من كل أمراض الأزمات، كل أمراض الأزمات عندنا منها نوع. إحنا في تونس عندنا التضخم، عندنا الدينار عندنا السوق الموازية واللي هي الفلوس اللي تدور في السوق الموازية أكثر من مش 50% أكثر من الفلوس اللي تدور في السوق الحقيقي. أهل السوق الحقيقية اللي هم منتظمين بدو يعانوا في معاناة، كأن كل واحد ملتزم بالقانون يلزم يهرب للا قانون باش يلقى الكونت متاعه، يلقى حسابها، يلقى الداخل والخارج، يلقى قد اليوم كي نحكوا على ميزانية الدولة وعلى القانون التكميلي على القانون المالي التكميلي، راوح نيتا وقاعدين نتعاركوا مع جري وقدام نصيط اللي هو قانون المالية 2021 اللي احنا يلا ما زلنا ما خرجناش من هالثلاث شهور هذانا، ونحكوا على 13,000 مليار متاع 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 عجز، وكي ندخلوا هكا بدخله قويه وعمل اقتصادي قوي نقولوا ها والعجز هذا هبطناه لل 11.5. انا نحب نختم بالملاحظه التاليه. 2011 الميزانيه نتاع الدوله كانت 16.6 16000 مليار و600 مليار. اليوم ميزانيتنا قديش مدام؟ 52000. احنا توا 52 52000 قديش في قديش؟ في 3.5 تقريبا. الميزانيه هي علاش طلعت؟ طلعت طبعا لطلب مجموعه من الطلبات والزيادات في الاجور من هنا ومن هنا ومن هنا، ولكن زاد للتعويم نتاع الدينار اللي تقريبا معناها نزاد 1.7 على ما كان عليه في 2011. يعني كانت عندنا الدينار الاورو يتصرف دينار و600 اليوم يتصرف 3200. هل الثروه هذه اللي كانت عندنا ثروه كبيره اصبحنا بتنا واصبحنا لقيناها راي تعومت وطاحت اكثر من هيك؟ سي عامر اليوم راي الدولة عندها 21,000 مليار أجور اللي كانت في عام 2011 6,700. راو كي نطلبوا احنا زادة كي نطلبوا على التمويل وعلى مصادر تمويل للميزانية وعلى أموال إضافية للميزانية، الأصل أن مصارفها تكون مصارف للتنمية. نعم. وإن كانت الأجور هي عنصر من عناصر التنمية في تدوير الفلوس وصبان الفلوس في السوق، إلا أنها ما هيش هي العنصر الأصلي. خليني نختم مع زياد سي عمر لأنه مثر ما عادش عليه وقت. لأنه كلام ما لجنات أنا تو ما ناقشناهاش فيه لأنه ثم شوية كلام حار تقول فيه. ولكن الدولة إن كانت هذه الحكومة حكومة للخارج إنما هي موضوعة لتمرير مجموعة من الأهداف الأجنبية ولا لدول المنطقة ولا لمنظمات العالم ولا لبنوك العالم، إلا أن هذا هو العقل التونسي. اشتلع احنا عندنا كانت عندنا حكومات احنا نحكي اليوم بعض الأحزاب واللي هي بالأساس حزب قلب تونس يحكي على وجود مش كذب على مش مغالطات على وجود كذب وتدليسات في تبرير الميزانيه اللي احنا اليوم بصدد دعمها والعمل على استكمال استكمالها. اليوم يا مدام جنات المبالغ بعض الالاف من المليارات اللي احنا اليوم بصدد البحث عليها وماناش لاقينها، احنا الى حد الان ما زلنا ما لقيناش اكثر من ثلثي الميزانيه 2021. واضح. زياد خلينا نختم معك في هذا الموضوع ونستقبل سي شهاب الدين تليش. الان ثم ترويج على اساس ان تونس غير قادره على الايفاء بالتزاماتها امام المانحين الدوليين، شنو ترى انت؟ ربما احنا وصلنا اليوم 100,000 مليار تقريبا قروض وعندنا نسبه خدمه الدين تقريبا 97% من الميزانيه. معناها تقريبا الوضع خطير جدا. هل تونس اليوم قادر لا من الميزانيه 97% من 88% من الناتج المحلي؟ اي هل احنا قادرين اليوم على الايفاء بالتزاماتنا؟ وتقريبا هذا ما اتى عليه رئيس الحكومه في الفتره السابقه.
أنا باش نستشهد بالتصريح نتاع الأمين العام الاتحاد العطوسي للشغل سنور الدين الطبيب، وقت اللي قال اللي الأزمة اللي قاعدين نعيشوا فيها حاليا هي تقريبا أخطر أزمة تعرفها البلاد من وقت الاستقلال. وأنا نلفي حال الحكومة هذه، علاش؟ لأنه نشبه الوضع نتاعها بوضع الشاعر اللي قال عن نفسه إن حظي كسميد فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. اليوم وقت اللي نشوف الكتلة نتاع قلب تونس تهدد ولا تعلن مبدئيا أن سوف لن تصوت للقانون نتاع المالية في ترمزادات سياسية ماشي وها باش تدرس الهياكل نتاع الحزب، معناها طول تتعاود تراجع، واللي هو واضح في مسألة نتاع ابتزاز في علاقة برئيس الحزب هذايا فندي نبيل القروي. نقول لك إذا كان بلاد تقاد بالعقلية هذه كيفاش تحب لها أنت باش تلتمس الخلاص؟ نعم بلاي خليني نختم لانه شاعتي مازالوا على غالب على غالب الوقت اللي عطاونا كيف يعني بلاي جنات لي انا ما عادش عندي وقت يعني كي تجبد كتلة الاجور راهو ما تاخذهاش في المطلق، راهي كتلة الاجور في ميزانية 2010 كانت تمثل 37% من ميزانية الدولة. نعم كتلة الاجور في 2020 وحسب ميزانية 2020 كانت تمثل 40% من ميزانية الدولة، وبالتالي راهو إذا كان باش تعول أنت على رأي كتلة الأجور هي سبب عجز الميزانية رأي قراءة خاطئة. بالنسبة لزياد قال أنا أرثي حتى الحكومة، سيد الكريم أرثي على حالنا أحنا، تعرفش علاش؟ لأن هذه الحكومة جاءت في أجندة الاتحاد الأوروبي، والسيد رئيس الحكومة اللي هو سيد هشام المشيشي في 2005-2007 قدم ماجستير متاعه في المدرسة القومية للإدارة على تقييمه لعشر سنوات شراكة مع الاتحاد الأوروبي. والخاتمة متاع يعني أنا طلعت عليها لأني جدت لي انتباهي، حبيت نعرف أنا شكونه السيد هشام المشيشي هذايا واش مجيب، واتضح كونه السيد يعني يثني على سياسة الجوار ويثني على السياسة المتوسطية في المنطقة، ويقول كونه احنا موجودين بفضل هذه السياسة. الخاتمة متاعه جت في 4 أسطرة زياد ماجستير، الخاتمة متاعه مشي أقراها جت في 4 أسطرة، شو اللي فيها يقول كونه ثم صعوبات لتحقيق الشراكة، أما هذه مربوطة بالغياب الإرادة السياسية، والاتحاد الأوروبي جابه باش هو يوفر هذه الإرادة السياسية. اليوم كيف استقبل رئيس يعني سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، إش قالوا اليوم؟ البارح ولا البارح إش قالوا؟ قالوا اليوم راهو عندنا 25 سنة يعني شراكة مع بعضنا من 1995، إش معناتها؟ يعني أجرب روحك باش توقع لنا على اتفاقية لاليكا وأختم سي عامر هونية. وش نقول أنا يا توانسة، في صورة ما إذا تونس وقعت اتفاقية لاليكا ستكون أخطر من اتفاقية الحماية ل 1881. واليوم دعوة لكل التونسيين ولكل القوى الوطنية في البلاد كونوا توقف الاتفاقية، ونرجع لاتفاقية لاليكا إن شاء الله في بلاتو آخر لنوعدك بي أنه نعمل بلاتو. راهو نعم. راهو ترش بتطفيلهاش أرثي لحالنا أحنا. المسألة ليست بالبساطة اللي أنت تفضلتي في بها، والنقاش يطول ربما مشاهدة لا 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 نعمله إن شاء الله بلاتو على لاليكا لأنه موضوع مهم جدا. تحليلي ليس بسيطا، الناس يكون يعرفوا شنو السياق اللي جاء فيه المشيشي ويعرفوا شكون اللي جابه وكيفاش جابه. وانا نقول سياق اخر. شكرا لك جنات بن عبد الله، شرفتنا بارك الله فيك. احنا باش نواصلوا مع شهاب الدين بن تليش واش نحكيوا على موضوع المساجد. نشوفوا التقرير حول الاحتجاجات الاخيره والقرارات الاخيره اللي خذاها وزير الصحه بفتح المساجد والجوامع، ثم نعود. تفضل. في آخر ظهور له على إحدى القنوات الإعلامية الرسمية، مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ يصرح بأن الصلاة في المساجد ليست واجبة، ورفع قضية ضد تعليق الصلاة بها عبث في هذا البرنامج تحديدا. بالنسبة لي قل لك برشا ناس خاصة كبار في السن قل لك لا أنا ما نفهمش الحاجات هذه، يزمني نمشي مثلا نخرج ولا توجه وقت الصلاة نمشي نصلي نحب في الجامع الصلاة ذيك الجماعة هذيك انت في بالك تعمل في الثواب وتعمل في الاجر وتعمل في ما قالك به ربي، وانت تعمل في العكس، انت قاعد تضر في بدنك وضر في غيرك. ولهذا انسان يسمع الكلام
الأحسن تقعد في دارك وتصلي في بيتك، وانت تحب الجماعة، انت كيف تصلي مع مرتك مع وليداتك ومع عائلتك عندك الجماعة، حتى انت راسك راس مرتك مثلا تصلي انت وياها فهي جماعة، عندك ثوب الجماعة. كلمات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بين مطالب بعزله من منصبه باعتباره أصبح عبئا على مؤسسة الإفتاء وفق معارضيه، وبين منتقد للتصريح باعتباره سياسيا بامتياز بدليل خلوه من أي إشارات أو دلالات شرعية. اللي قلقني وقت يبدأ مفتي دياري يعمل في السياسة، دوره مش أنه يعمل سياسة، يعطي رأيه، هو ماشي مع الموجة اسمع بربي، تقوش عليه قاعد في بيت قاعد ولا في انت اعطي شنو الصلاة في وهي وصلت الجمعة، نخليه ولا ما نخليهش، واجبة ولا مش واجبة. بيد أن للرجل داعمين له في الفضاء الإعلامي ممن يحملون توجهات سياسية معينة اعتبروا تصريحاته مبررة في رفض صارخ لانتقاد أو نقد المنظومة القديمة مهما صدر منها. اليوم كي تسكرت المساجد باش نحميو حياه المصلين، وانا معناها نحدهم من تفشي العدو، ولات معناها الصلاه في الجامع هذه معناها فرض، دونك هو رجل الدين مفتي جمهوريه هو اللي يتكلم، تكلمش اي انسان. وكان وزير الصحه فوزي مهدي اتخذ اليوم الاربعاء قرارا باستئناف دور العباده للعمل مجددا بدايه من يوم الاثنين القادم، على ان يقتصر نشاطها على الصلوات الخمس مع ضروره الالتزام بالتدابير الوقائيه، وذلك خلال نقطه اعلاميه، قرار انتظره رواد المساجد منذ اسابيع. مرحبا بكم من جديد. خليني ارحب بالسيد شهاب الدين تليش الكاتب العام للمجلس النقابي الوطني للأيمة. مرحبا بك سي شهاب. مرحبا بكم جميعا. اليوم وزير الصحة أعلن عن قرار الحكومة واللجنة العلمية بفتح المساجد، خطوة جاءت بعد احتجاجاتكم ورفعكم لقضية في المحكمة الإدارية واحتجاجات في بعض الجهات لرواد المساجد. شو تعليقكم لهذا القرار رغم أنه القرار جاء تقريبا موجز؟ قاعدة صلاة الجمعة ممنوعة، وبعض الإجراءات اللي تم اتخاذها أيضا من بينها عدم فتح الميدان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تبعت الحال يعني هذا القرار لما حالة، نحن نتفاعل مع كل القرارات المتعلقة بالمساجد اللي هي ترجع الاعتبار للمساجد، خاصة في ظل سياسة عامة للدولة اللي تتمثل في التعايش مع هذا الفيروس، وبالتالي في إبرام بروتوكولات صحية في كل القطاعات. ونحب نذكر الرأي العام، وهذا يعرفوه كثير من الناس، بأن قطاع المساجد كان تقريبا الأكثر قطاعات انضباط للبروتوكولات الصحية، وبشهادة اللجنة العلمية اللي كنا معها في كثير من الجلسات قالت أنه لم يثبت لدينا إثباتا قطعيا بأن المساجد كانت بؤرة للعدوى، أو أن العدوى كانت بصورة قطعية خذاها من المسجد. وهذا يؤكد على عندكم أرقام أنتم سي شهاب في عدد المصابين بالكورونا من المساجد، من رواد المساجد ولا الأئمة؟ الإطارات الدينية أصيبوا، ولكن ما ثماش إثبات علمي أنهم أصيبوا في الجامع، لأنه الإطار الديني يتعامل في الشأن العام. وعندنا أربع حالات تقريبا وفيات رحمهم الله ورحم الله جميع التوانسة إن شاء الله المسلمين في كل مكان. بطبيعة الحال نحن هذا القرار المتعلق اليوم الصباح بإعادة فتح المساجد يوم الاثنين 23 نوفمبر، نحن نثمن هذا القرار في نهاية الأمر، ولكن نعتبره بطبيعة الحال ناقص، لأنه تعرف أنه صلاة الجمعة هي فريضة، ونحن كنا قدمنا مقترحات عملية للجنة العلمية بالإضافة إلى البروتوكول الصحي الموجود، على أساس رغم من الممكن أنه يقع التقيد بالضوابط الصحية وبعدم تعطيل الشعيرة، فنجمع ما بين عدم التعطيل الشعيرة وما بين التقيد بالضوابط، وهذا يعني لمسوه اللجنة العلمية اللي هي بالمناسبة معناها كانت خدمتها احترافية جدا وتقنية وحيادية، دفعا لكل ما يقال الآن أنه ربما أنها تساهم في أن تتعامل مع المساجد كيل بمكيالين، لأن نحن صحيح نقوله أنه الأصل بأنه لا يقع التعامل مع المساجد بمكيالين، ولكن في نهاية الأمر ممكن كما قلت يعني يمكن حفظ الأنفس وفي نفس الوقت عدم تعطيل الشعيرة، وخاصة في ظل ما تشهده بلادنا. من وانا حب سامحني سي شهاب الدين، حب نرجع لي كلام السيد مفتي الجمهوريه مفتي الديار التونسيه اللي يقول انه صلاه الجمعه نجم نصلوها ايش معناها اي صلاه لا صلاه الجمعه لا يحكي على صلاه الجمعه مش صلاه الجماعه، وعدد بعض الكلام اللي قاله، قال انه الصلاه في المساجد غير واجبه
والقرار باستئناف صلاة الجمعة ورفع قضية في ذلك من طرف نقابة الأئمة هو من باب العبث، هذا تصريح قال واضح معنا. يعني نحن ماذا عساني أنا أقول وقت اللي معناها رمزية الإفتاء في بلادنا، وهذا مشكل كبير ربما نتحدث فيه في مناسبة أخرى، وأنه في غياب مؤسسات رسمية في البلاد تتعلق بالشأن الديني. نحن نعرف مجلس الإفتاء مؤسسة رسمية، مؤسسة رسمية، ولكن يقتضي الأمر على أنه عندما يقول وأن الصلاة في المساجد غير واجبة ولا يبين بأن الجمعة واجبة على كل مكلف، فهذا ماذا عساني أنا أقول؟ أنا طليب علم في العلم الشرعي يعرف المسائل هذه. أما بالنسبة إلى أنه عندما ربما نلتجأ إلى القضاء يعتبر ذلك أن هذا عبث، يعني هل أن مؤسسة القضاء والتنازع على القضاء هو عبث؟ فهذا أعتبره موقف غير مسؤول، يعني وربما لا يعرف المفتي أنه من حقوق المواطنة وهذا حق دستوري عندما نلتجأ، وعندما نلتجأ هذا مظهر حضاري وسامي يعني في نهاية الأمر. ولكن بطبيعة الحال نحن لا نريد، أنا نعرف أنه كثير من المواقف نتخالف معها مع المفتي عندما تخلفنا معه في المساواة في المراتب وغير ذلك في مسائل قطعية من الدين بالضرورة، ولكن المشكل بالنسبة لي نحن وأنه الآن ضروري أنه هو مانيش ناقشك فكير، لكن استدل بآية ولله المشرق والمغرب، طيب بينما تولوا فثم وجه الله. طيب إذا كان المساجد اللي هي في المذهب المالكي شرط في الجمعة، اللي هي شرط في الجمعة وحتى في الجماعة، حتى في الجماعة عندما تقام الجماعة ويهجر الناس الصلاة في الجامع فهم يأثمون، لأنه لابد أن تقام شعيرة الجماعة وشعيرة الجمعة. ولكن هذا بطبيعة الحال أنا أقول لعله دفع إلى هذا التصريح، ولكن الآن لعله دفع إلى هذا التصريح ربما على جديد فعل مبني لمجهول، لأنه يعني دفع لهذا التصريح باعتبار وأنه رمزية مؤسسة الإفتاء حتى ربما يقطع الطريق على بعض التصريحات وبعض النضالات اللي قمنا بها، وهذا حقنا بطبيعة الحال عندما نطالب بأنه يقع التعامل مع المساجد مثل التعامل مع القطاعات الأخرى، ونقول بأن المساجد هي ليست فيها صبغة معيشية، هذا أيضا أمر مردود لأن الأصل وأنه هذا قطاع الإطارات المسجية يعتشون من المساجد. زياد شو رأيك أنت في القرار الأخذية وزارة الصحة اليوم؟ هل تراه أنه قرار معقول ومنطقي واستجاب لتطلعات وللاحتجاجات الاحتجاج الشعبية؟ لأنه أخذ أيضا القرار حتى برفع تعليق التظاهرات، بعض التظاهرات الثقافية بعد احتجاجات المهن الموسيقية وقطاع الفنانين. أنا أول ساعة نزه المفتي بتاع الجمهورية من بعض التصريحات الوطنية وتصريح جريد صباح، مانيش مؤهل باش ندخل في نقاش، مش حكايه النزو هذا قالوا ديني، لا لا لا، على مساله النقاش الشرعي نتاع الموقف نتاعو. باش يبقى بالنسبه لي تعطيل الشعيره في شنو كان الغايه منه والهدف منه؟ كان حفظ النفس. اليوم اذا كان ثم فهمتني امكانيه وثم الاليه انك تحافظ على الشريعه مع الحفاظ فهمتني على النفس، فقول لك هذا هو فني المطلوب. المشهد كان محزن، مشهد فني بيوت الله، سواء تعلق الأمر بالكعبة المشرفة أو تعلق الأمر بالمساجد أو تعلق الأمر بكنيسة القديس أنت بطرس، وشفنا البابا فني وحده فني جالس يلقي في العيظة، كان مؤلم. نعم. كان أكد من ناحية أنه تبقى فني القلوب هي المساجد الأولى وهي المنبع الأول فني بتاع الإيمان، لكن ما يمنعش نحن نحتاج لهذه المجالس المساجد، نحتاج لهذه البيوت العبادة، لأنها تجب تكون جزء من العلاج إضافة لإقامة الشعيرة، تجب تكون جزء من العلاج. نحن اليوم مشكلتنا في تونس مشكلة هي نفسية فهمتني بالأساس. نحن اليوم تحب ولا تكره ثم إقرار، ثم حالة متاع اكتئاب عامة، وثم حالة متاع يأس اللي هو قاعد يستشري وقاعد يصوت فهمتني ما بين الناس. نحن اليوم نعانيه، إذا كان نشوف العلماء فهمتني متاع النفس، من داء اسمه داء كرون اللي هو وصلنا لداء الإيذاء فهمتني متاع الذات. باش نخرجوا منه هذه التجمعات اللي تمتد الأيدي فيها فهمتني بالتضرع وفهمتني بالدعاء، اللي تخرج فهمتني كلك حالة القلق، وفي نفس الوقت تستعيد الامل بانه خالق هالكون هذايا، انه المولى اللي خلقها العباد هذوما راهم واش يضيعهم، تعطي فينا فهمتني امال جديده اللي تمكننا كما قلت لك باش تكون هذه الصلاه وهذه البيوت فهمتني المفتوحه ليذكر اسم الله فهمتني فيها تكون هي جزء من حاله العلاج العام. نعم، خليني نختم معك سي عمر، تفضل شو تعليقك. هو بعيدا عن المساله الشرعيه لانه لها اهل اختصاصها، واحنا معناها مع ماناش في الاطار هكا، بقي أنه المساجد والمقاهي ودور الثقافة هذايا في المجال المدني القانوني الإداري لما نقرروا قرار على المستوى الوطني هذا باش يتسرب من بعد القرار هذا للتطبيق في كل مجالات العمل العام. بقي
أنه إحنا عندنا وضعية أخرى. أخوتنا المثقفين وأخوتنا والفنانين عملوا وقفة احتجاجية في القصب من أجل فتح مصدر رزقهم والبحث على طريقة. العقل الذكاء متاعنا يبحث على طريقة لإيجاد وسيلة لاستمرار حياة هؤلاء الناس اللي هم يعيشوا من المسألة الثقافية والمسألة الفنية من أجل أنهم يعيشوا. بقي أن المساجد فينا وضعية، ثم وضعية أخرى أنا نمشي لها من ناحية الالتجاء شيخ. من ناحية؟ من ناحية الالتجاء. نعم. المساجد عادة ما يقع النفور إليها في حالات الأزمة وحالات الهم الجماعي وحالات الأزمات الجماعية وحالات الفوضى زاد الجماعية للدخول الأماكن هذيك لاكتساب السكينة واسترجاع. نعم. السكينة. لما نمارسوا على المساجد نفس العملية اللي نمارسوها على القهوة ونمارسوها على البار، سامحوني روى أنها نحكي على المدنية، ونمارسوها زاد على اللواج ونمارسوها على قاعة السينما والمسرح، الأصل أنه ثم حواجة لازمها تدخل في النقطة هذه اللي هي نقطة الالتجاء والهروب إلى المساجد باعتبار إحداث ذلك السكن. النقطة هذه أنا نخدم بال موعد الأخباري. لا أي. مش ما ندخلوش في الموعد إحنا. ثم وضعية تمت في قبلي، وأنه مجموعة من الناس مشوا صلوا وقعت في سوق الحد. أي والحمد لله أن أي الحمد لله أن أخواتنا الأمنيين تعاملوا مع الوضعية ذي وشافوا لها وقالوا لها حلول. والناس كي تلقى الفرصة أنها تلقى حلول. ولكن أنا أحب نقول حاجة أخرى، أنه ثم حالة صارت تجاوز في قبل مشوا صلوا وشدوه، هذا عنده معنى خطير آخر، أنه المساجد ما تزال مراقبة، وأن شبكة العلاقات وشبكة ألو وشبكة من لساني لوذنك وشبكة هذه قاعدة تخدم بشكل خطير. وأنا أدعو هنا معنا بحضور الشيخ إلى النظر حقيقة في عملية المراقبة الميكروسكوبيك للجوامع من أجل الحفاظ على الحرية الدينية. نعم واضح. أيضا بالنسبة للكنيسة وبالنسبة للبيع بتاع سيامر تقريبا أعطينا كلمة ختام في 15 ثانية. نحن بطبيعة حال نتفاعل مع القرار الأخير في فتح المساجد، ولكن نطالب أيضا بفتح صلاة الجمعة بعد 23 أكتوبر، لأنه البروتوكول موجود وهو منضبط له كل الإطارات الدينية. واضح. كما أن كل ما قدمناه من تفاصيل عملية ومن إجراءات عملية هي إن شاء الله معناها كفيلة بأنه تتحقق فريضة الجمعة وهي أولى من صلاة الجماعة. واضح. وعلى سلطة الإشراف شكرا اللي سمعتنا. شكرا لي. أنا تعي هذا النداء. وصلت الفكرة بارك الله فيك شهاب الدين تليش الكاتب العام المجلس النقابي الوطني للإمام، بارك الله فيك على تشريفنا، بارك الله فيك زياد الهاني اللي تكبت مشقة المجيء لنا، بارك الله فيك على هذه الإطلالة ومرحبا بك دائما القناة قناتك. شكرا لك. شكرا لك سي عمر الشهباني، وعذرا على كثرة مقاطعتك لأنه الغالب لأنه الوقت الغالب معناها ضيق. نمشيوا مع نشرة الأنباء ثم نعود في الجزء الثاني من البرنامج مع الدكتور المنذر اليونسي للحديث على آخر تطورات وباء كورونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. إذن في هذا الجزء الثاني من حصاد 24 قراءة في الحالة الوبائية في تونس وتحليل استراتيجية وزارة الصحة في مجابهة الوباء، اللي هي استراتيجية نجحت طوال هذه المدة بعد مارس إلى حدود اليوم. يسعدني باش يكون معايا في التحليل الدكتور المنذر اليونسي، مرحبا بك دكتور، ويواصل في مرافقتي الدكتور الأستاذ عمر الشهباني، مرحبا بك سي عمر. آخر المستجدات الحالة الوبائية في تونس في هذا التقرير ثم نعود للتحليل، تفضل. قدم وزير الصحة خلال الندوة الصحفية الدورية بمقر رئاسة الحكومة خارطة تطور الوضع الوبائي وسرعة انتشار الفيروس في إطار تقييم مدى نجاعة الإجراءات الوقائية ومدى الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية. سجلوا في استقرار نسبي في سرعة الانتشار واستقرار نسبي في عدد الوفيات، إلا أن هذا الاستقرار باقي في مستوى رفيع مرتفع عالماً. كما لاحظنا انقص الضغط على بعض على المستشفيات ما عدا أقسام الإنعاش الطبي اللي نسبة الاكتظاظ فيها تبلغ 85%، إلا أن الاستقرار بصراحة هذا
هش. هذا وأعلن وزير الصحة عن قرارات جديدة تخص المطاعم مستثنيا المقاهي على اعتبار طبيعة نشاط هذا القطاع الحيوي الذي تضرر أكثر من غيره، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لتعديل بعض الإجراءات بالنسبة إلى باقي القطاعات. النشاط الخاص بهذا القطاع تم إقرار ابتداء من اليوم الاثنين القادم ترفيع في عدد الساعات حتى الساعة 7 مساء. أما بالنسبة للمقاهي فتعتبر اللجنة أن الوضع الوبائي لا يسمح في ترفيع ساعات العمل للمقاهي حاليا. كما أعلن الوزير عن استئناف بعض الأنشطة الثقافية، وذلك إثر اجتماعات مع اللجنة العلمية، مع التشديد على ضرورة احترام البروتوكول الصحي. تنظيم الورشات والتمارين وحلقات التكوين في المجالات الثقافية والفنية والأمسيات الشعرية مع مراعاة التدابير الوقائية اللازمة كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة واستعمال المطهر. أشار وزير الصحة إلى أن الحاجيات الحقيقية للوزارة من الموارد البشرية تقدر بحوالي 20,000 شخص بين إطارات طبية وشبه طبية وتواقم إدارية وفنية، وذكر بأن رئيس الحكومة كان قد أذن بانتداب 1380 إطار طبي وشبه طبي. دكتور، وصلنا تقريبا اليوم ل 2400 وفاة، أكثر من 4400 وفاة وأكثر من 82,000 إصابة، كيفاش تقيم ربما الوضع الوبائي في ضوء هذه الأرقام المخيفة وصفها البعض؟ شكرا على الاستضافة. مرحبا. شكرا للسادة المشاهدين. الوضع مخيف، احنا تو نعيش في الفاز 2 معناها نتاع الوباء. للأسف الشديد بدأت بشكل مبكر، بدأت في أواخر شهر ماي، ثم حتى شكون يقول ثم اصلا هي الموجه الاولى، الموجه اللي قبلها كانت ارهاصات، موجه قديمه بدات في شهر سبتمبر وفات في شهر افريل. تو نعيشوا في صعود صاروخي للوباء، هناك انتشار افقي كبير، احنا نعيشوا تو بين 1000 و1200 حاله كل يوم، ما فماش افق على الاقل على المستوى المنظور لنزول هذا الوباء، ما زلنا في صعود رغم اجراءات خطتهم الحكومه، ما نحسوش ثم تطور. اعطيك رقم كهو، نهار 4 اكتوبر وقت السيد رئيس الحكومه اخذ الاجراءات عندنا 37,000 حاله، ها تو عندنا 80,000. معناها انت تخيل لو ما اخذيناش الاجراءات هذيك قداش كنا نكون. اذا كان اوبتيميست متفائلين يقولوا نقصنا، وإذا كان متشائمين نقولوا ما عملنا حتى شيء، ما نشي في كاس. وكان نرجع للأسباب، يعني الأسباب هل هو قصور في الإجراءات الحكومية، عدم فعالية هذه الإجراءات، أم ربما في وعي المواطن؟ شوف، هو الإجراءات، أنا خليني نقول إن احنا تو نعيشوا في الفترة في الموجة الثانية اللي هي موجة قوية واختيرة وجادة، ونطلب من أبناء الشعب التونسي أن يكونوا واعيين بهذا. ليش صارت الموجة الثانية هذه وبالحدة هذه؟ أول حاجة هذا مش خاص بتونس، هذا على المستوى العالمي هي موجة كبيرة جدا. على المستوى التونسي هذا كومبلكس، فما برشا اعتبارات، ثم فتح الحدود اللي الناس كل تحكي عليه، فتح الحدود بدون أخذ معناها الاحتياطات من طرف الحكومة ومن طرف الشعب، فهمتني؟ كان ممكن أن نحلوا الحدود بشكل آخر، قول في هذه ما دخلوش في التفاصيل برشا الحكاية هذه. شو صار؟ جينا معناها تخلينا، وهذا بشكل أنا ما نفهموش، على إجراء التحاليل في المطارات وفي الموانئ وفي نقاط العبور البرية، وقبلنا أنه أعلن الانتصار على الوباء بشكل فيه برشا غرور وبرشا أورغوي. للأسف الشديد التوانسة كي قلنا لما ربحنا وقع عندهم نوع من الارتخاء والأسمار والأشمار، هذاك اللي صار به توا اللون بعد الغذاء بدعة، مش نقعدوا توا نقولوا يا ليت، توا احنا قدام الوباء، توا نخرجوا قدام، احنا توا قدام وباء قاعد يتطور. وزارة الصحة تقول انه ممكن من لاخر راس العام التقديرات عدد الوفيات باش يكون بين 6,000 و16,000 ضحية، وعدد الاصابات يوصل حتى 200,000 و300,000 حالة. تما برشا ناس تخدم، برشا علماء نتاع وبائيات ولي ستاتيستيسيان علماء الاحصاء، عملوا دي لوجيسيال واحنا بيدنا خدمنا على واحد فيهم، نقولوا انه في حاله اذا كان ما قمناش بحجر صحي عام في
في شهر اكتوبر او اواسط اكتوبر اللي فتناه 20 اكتوبر انا ممكن نوصل في اخر الموجه الثانيه اللي تنتهي في مارس الى قرابه 300,000 من 300,000 ضحيه وقرابه 5 ملايين حال. الكل هي معناها دي بريفيزيون معناها، ولكن الامر خطير. هذاك علاش نقولوا اللي الحكومه زي ما تحمل مسؤوليتها، الاجراءات اللي اخذت بها الى حد الان باهيه لكن مش كافيه، والشعب الكريم لازم زاد يفيق. يعني نحب نرجع معك للإجراءات اللي أخذتها الحكومة، مثال في منع التظاهرات والتجمعات لكنها جوبهت باحتجاجات شعبية من الفنانين من رواد المساجد، وتراجعت الحكومة. اليوم أعلن وزير الصحة على رجوع مثال التظاهرات الثقافية والتمديد في أجال فتح المطاعم، وتوغد ونسمع وزادة كيف تحت ضغط أصحاب المقاهي أنه ربما يرجع فتح المقاهي إلى حدود حظر التجول. يعني ربما ثم زاد في استراتيجية الحكومة نوع من الأيادي المرتعشة في التعامل مع هذه القرارات في حد ذاتها. شوف خليني أنا طبيب، جبتني ما طبيب هنا، نعم. جبتني طبيب أنا وعضو اللجنة العلمية، حب نحكي في الطب. في البعض القول السياسي للقرارات مش من دوري هنا. أنا أقول لك صحيا وطبيا هاوش بيش يصير. أنا كطبيب اللي يهمني أنه التونسي يقعد حي ما يموت لي حتى التونسي، وإني نحتوي الوباء هذا لأنه معناها اللي بيش يصير في جهته كوارث، بيش تموت برشا من الناس كلهم من عائلاتنا عافانا وعافاكم الله، وخاصة أنه المنظومة الصحية العمومية مهترئة، وحتى المنظومة الصحية الخاصة وما نحلموش برشا، حتى المنظومة الصحية الخاصة خلطت عليها صديد وما عندناش ما يمكن مواجهة الوباء، وما نحبوش المنظومة الصحية العمومية الهشة اللي عندنا نهار من نهارات نلقاها تجاوزها الواحد ولا قدر الله ما عندناش وين ناخذوا المرضى نتاعنا، ما عندناش باش نداويه، وما عندناش الإطار البشري، لأنه طيب نحكيو فيه بعد كان تحب حتى الإطار البشري تمس، عندنا قرابة 2000 معناها بين فرني وطبيب وعامل تمس ومن اعلى النسب في العالم. انا شي يهمني توا نقول لك انا، وهذا عمل لجنه علميه اونتروتر معناها في وزاره الصحه، كيفاش طبيا وصحيا نحتوي الوباء. ما نجموش نحكوا على احتواء الوباء وانا حال القهاوي وملمومين 50 واحد يلعبوا في الورق وفي الرمي، وناس في القهوه وناس ماشي حامله بافات، ما نجمش نسمح بماتشات الكره والمدارج معبيه، ما نسمحش بالتظاهرات الثقافيه، بالتظاهرات العروسات وغيرها والشطوط وغيرها. هذا العلم مش يقول. من بعد تقول لي انت هاوتو يعملوا مظاهرات وغيرها، نقول لك انا الدوله المحترمه كيما تاخذ اجراءات صحيه تصاحبها اجراءات اجتماعيه واقتصاديه. انت كتقول يمنعوه، هو شو بعد يمنعوه؟ ما تطبيق القانون. يا اخي ما قالش رئيس الحكومه باش نطبقوا القانون ونعمل 60 دينار تاع الكمامات يدور في تونس. انت تو تشوف في القهاوي، شوف القهاوي الناس فوق بعضها في العروسات. معناها انا نعطيك يا خويا كطبيب وكلجنه علميه هاي الحاله كيفاش وهاي الحلول. انت سياسي بعد كيف كنت تحب. تحب تكيف يا خويا تتبع اللجنه العلميه كما عملت برشا دول. توا فرنسا سكرت، ايطاليا سكرت، النمسا قلت البارح سكرت، السويد اللي كنا قبل ثم ناس كنا ناخذوا اكسياد عملت مناعه القطيع وحد شيء وهذا كله السويد شو عملت توا؟ امس رجعت عملت حجر موضعي في بلايص. ممكن يمسى تمشي السويد اللي اكبر دوله عملت ما يسمى بمناعه القطيع، معنا خلي حشاكم اللي يموت يموت اللي يحيى يحيى، عملت مارشاير السويد توا تعملت معناها سكرت في بحر البلايص. دونك الخص لك هذا وباء خطير قاعد يقدم اللي قاعد صاير توا، مع انا ندعموه، احنا قاعدين ندعموه لانه انا نفهم زاد رئيس الحكومه عنده دي كونترانت كما قلت لك، لكن انا ما نشكو في بلاصتو. نهار التونسي ثاني حاجه الكومينيكاسيون، يعني نضر احنا التونسي نحكوا له ونقول له الحقيقه كل ولا يا اخي. انا كي نقول له انت تحكي لي على اقتصاد ما اقتصاد، يا اخي انا كنحل معمل فيه 500 واحد مثلا وخليهم يخدموا ويمرضوا، مين باش يخدم المعمل؟ والادارات والوزارات يا اخي مو بالراس المال البشري، يا اخي عندنا خلف المده الشيخ ما معنا حتى شيء يعني هكا ولا على غوسو مودو. دونك مع انه التوازن صعيب. دونك دكتور انا نحس كانك مع تشديد ربما هذه الاجراءات للحد من الوباء، معناها تدعو ربما الى كما صارت بعض التجارب المقارنه الى الحجر الموضعي ولا الى المنع المطلق لهذه التجمعات والتظاهرات. هو الإديال هو الحجر العام الإديال. احنا ما عندناش قادرين عليه. الحجر العام والإديال وحتى باللوجيسيال اللي حكي لك عليه
كان عملنا حجر عام على 20 اكتوبر من 380,000 نوصلوا عندنا 4,000 وفيات فقط ونتخلصوا من الوباء ديريكتومون في 90 يوم. لكن الكلفه يحكي عليها السيد رئيس الحكومه والسيد رئيس البرلمان وغيره كلفه باهظه نتحملوها ما نتحملوهاش هذيك مش دورينا. هذيك الدوله نورمالمون تحضر نفسها كل دوله وقت تعمل كما قلت لك اجراءات صحيه وكون متابعه لها اجراءات اقتصاديه وغيرها وفما التضامن. انا واحد من الناس ما راش حتى شيء فماش تضامن في تونس تضامن مجتمعي ما نشوفوش ثم ناس في تونس ما تو وقت باش تعاون الدوله باش تعاون الدوله رؤوس الاعمال وغيرها رؤوس الاموال وغيرهم زي ما تعاون هذا. خلينا نطرح على سي عمر سؤال. هيئه المحامين دعت في بيان لها تقريبا 3 ايام التالي الى تسخير المساحات الخاصه واخذاعها لمعناها نقولوا عن سيطره القطاع العام. شنو رايك؟ شوف السي احنا خلينا شفت كيف تكلم سي الدكتور على الوضعيه العلميه واللجنه العلميه وكيف انا وضعيه تخوف معناها على حسب هو جميل. وقت يحكي يقول موجة خطيرة وحادة ماشيين نحو 200,000 وإذا كان ما عملناش الحجر متاع أكتوبر في 20 أكتوبر نوصل ل 300,000 يحكي على 2000 عون صحة من بروفيسور حتى الخدام وقع معناها تمسوا بالوباء. نحكوا على حركة اقتصادية تشلت ولكن زادة عندنا تجربة صغيرة احنا خلال الموجة الأولى للكوفيد في تونس. أنا سمعت الدكتور إرهاصات الموجة الأولى. أي هي لا ثم الحالة الأخرى هي الإرهاصات هي ما قبل الموجة الأولى. مارس سبتمبر. أي أما الموجة الأولى قامت الدولة أو الحكومة بإعلان الحجر العام وانتهى ونجحنا فيه وظهرت لنا أبطال وجنرالات في العملية هذه وعملوا اللي لازم عليهم يعملوه. والمجتمع زاد عمل اللي لازم يعمله والناس بدأت خايفة على رواحها وخايفة على ذراها وخايفة على بعضها الناس في إطار العملية التضامنية هذه. ولكن خرجت فكرة أخرى داخل الحجر داخل عملية الحجر الأولى اللي هو هالناس هذه اللي ما عندهاش منين تستقاد كيفاش نعملوا لها باش تاكل. قلنا نعطوها 200 دينار ثم بعض المسائل 200 دينار ولكن اتضح أنه القطاعات احتجت كقطاعات اللواجات احتجوا كقطاع القهاوي احتجوا كقطاع المطاعم والمعامل متاع التكستيل ومتاع كذا احتجوا كل حد احتج كقطاع وما لقيناش شكون راضي على العملية متاع الحجر الأولى بل أن لقينا احتجاجات على هالمئتين ألف ايش كانت تقضي. ايه فتنا الموجة الأولى بنجاح أو بشبه نجاح كي جتنا الموجة الثانية قعدت الحكومة تخمم ما بين أنها ترجع للتجربة الأولى وسيوازيها ارتفاع الأصوات الاجتماعية والقطاعات كل شيء وإلا نحاول نزاوج ما بين ما عملت من المرة الأولى ونحاول نرجع معناها نكذب ونسي نقول اتضح في الموجة الثانية أنه أولا عدم وجود ناس تسمع للعلم وهذه مشكلة. احنا رانا شعب في الأصل شعب متعلم وشعب كما قال الدكتور عندنا المادة الشخمة وهذه جاية من قديم الكلمة هذه احنا عندنا راس مالنا هو المادة الشخمة. اتضح فعلا أنك كمجتمع لا نؤمن بالعلم يجيني طبيب يقول لي أعمل وأعمل 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 نخرج من عذيه نعمل العكس بالضبط. يجيني لجنة علمية اللي هو للدكتور عضو فيها تقول راو العملية إحصائيا راي ماشية وصعود صاروخي قلت تو راو فما صعود صاروخي نجي يعني البرة أول ما نخرج من اللجنة أول قهوة نلقاه يحتاج يقول شبيني سكر لربعة نمتع العشي. الإشكال هل أنه أنا رأي أنه حتى على المستوى التاريخي والسياسي عندنا معركة ومعركة حقيقية اليوم مش معركة حرب فقط تقتل بعض جنود هذه معركة تهدد كل بناء المجتمع. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. من هم جنود المعركة ذي الأوائل؟ هم الصحة في اللجنة العلمية. الأصل أن اللي تقوله اللجنة العلمية في شكل توصيات وفي شكل تحليلات وفي شكل أقوال طول ينتقل نحو الحكومة من أجل إيجاد الوسائل لتنفيذه. أي نعم ما نسكروش على الناس البيبان إيه ولكن نلقى. هون أعطيك مثل. جينا للوظيفة العمومية سي عامر وقلنا نخدمه بنظام الفرق ولكن نحافظوا على العمل داخل الإدارة بفترتين يعني كأنه ما ثماش ما سكرتش الإدارة تحل 8:30 تسكر 5 غير كذا. وجينا عملنا قلنا الفريق لا واللي يخدم حتى 12:30 والأخرين يخدموا إيه يعني صحيح جبت ونقصت شوية على الحركة حركة النقل وكذا
ولكن عملية أنني خلقت بالسيف على الناس فترة اللي هي تستمر لمدة ساعة في الاحتكاك ما بين الفريق الأول والفريق الثاني. نعم. عمليا الإجراءات اللي قاعدة تصير إجراءات هشة أولا، يعني مهش ما تمشيش للأقصى، وثانيا نتائجها وصلنا، قلت لك أنا وصلنا إحنا ل 82 ألف اليوم. 82 ألف هذه مسؤولية شكون؟ مسؤولية اللجنة العلمية؟ الحكومة تقول لك عندي إكرهات. خليني نمشي للدكتور. الدكتور ثم تقريبا بوادر إيجابية، معناتها وكأن نغزر وإحنا للأرقام اللي قلتها بالحق هي أرقام تخوف، والوضع خطير، وأنت أحسن من توصف هذا الوضع. لكن كي نشوفوا أنا حنا تقريبا أكثر من 56 ألف حالة إشفات من المرض مقارنة بال 82 ألف، تقريبا عندنا 68% من المصابين تم شفائهم ومعافاتهم. أيضا ثم بوادر إيجابية حتى بالنسبة للتلقيح في العالم. اليوم عندنا أكثر، منظمة الصحة العالمية تقول أكثر من 42 تلقيح موجودين، والمغرب بدأت اليوم في حملات لحملات التلقيح، أوروبا وأمريكا تستعدان لحملات تلقيح ضد هذا الفيروس. يعني ثم بعض البوادر الإيجابية، كيف تشوفها سيادتك؟ شوف، خليني على مستوى تونس ونقول أنه كما قلت لك بقيلك يكون أنا متفائل، ونقول أنه إجراءات 4 أكتوبر خلت التطور هذايا ماهوش بالسرعة اللي كنا نقدر الله مغيها. نعم. تعدينا من 27 ألف حتى 80 ألف، ممكن كنا نتعدوا حتى 300 ألف، معناها عملنا فريناج، شديناه الوباء. بالنسبة للإجراءات الانتكاسة اللي حكيت عليها أنت، بينا اعتبرها انتكاسة، السماح بفتح المطاعم، السماح بال، سمعتهم قيل شوية هاو نعملوا حفلة، وحفلة فيها بسم واحد ومنتباعد، عند انتكاسة أنا بصدق. ما تنجمش هاو تحكم عمليا، ما تنجمش تحكم خطوة قدام وخطوتين للتالي. نعم. وإحنا مجربينها تو، البروتوكول الصحي ما لا يحترم، ويزمك بوليس على رأس كل مواطن، وحتى أصلا اللوجيستيك ما عناش بالحق، ونقوله في كلام ساعات أكبر من جرمنا. الانتكاسة هذه والضغط تحت ضغط القطاعات مانيش فاهم. وانا خويا راه كي تحكم ساعات يجب تاخذ قرارات موجعة، وخذوا القداء تخذوش بخشمك. خليني في العالم، حكيت لي انت تو للأسف ما فماش دواء الوباء ذايا باش نعيشوا معه أشهر القداء، ما عندنا كل الوقاية، البافات، التباعد، الجال، وردوا بالنا على الكبار وعلى الصغار، وردوا بالنا على المرضى، وردوا بالنا على الديابيتيك، مرضى السكري وغيرهم. ما يمشيش واحد الوباء بيدو يا رسول الله، شويه وعي، شويه وعي. الحاجه الثانيه تحكي لي على الفاكسان ولا اللقاحات، مازال لقاحات. انا تبع كان المنظمه العالميه الصحه، المنظمه العالميه الصحه قالت ما تمش لقاح جدي الا في ماي ولا جوان 2021. على الحديث على مختبرات فايزر وموديرنا، مش هاني قلت لك كلها معناها حديث، ماهوش مازال علميا مش مثبت. احنا توا في العالم ثم ما يسمى بمنظومه كوفاكس، هذه منظومة كوفاكس لتونس عضو فيها، تاع تلقيها تبع المنظمة العالمية للصحة اللي تابعة للأمم المتحدة. توا ثم 164 لقاح جاري، فيه 26 وصلوا لمرحلة التجارب الإنسان اللي المرحلة ما قبل النهائي. فما لقاحات توا كما لقاح فايزر، ولقاح اليوم اللي أعلن عليه الأمريكان أمس وشنو، وفما بيونتيك وغيره، وفما قبل اللقاح الروسي وقبل اللقاح الصيني. لكن دو فاكتو ما رينا حتى شيء. هذه الاولى. حاجه ثانيه، الكميه نتاع اللقاحات هذه شكون باش تعطاها؟ راك تحكي على بشريه في 7 مليارات. الفقراء كيفاش يوصل لهم اللقاح هذا؟ ثاني حاجه، اللقاح فايزر مثلا غالي جدا، يقال انه غالي، معناها غالي جدا جدا، ويلزموا طاقه، يلزموا معناها باش تتحفظ عليه تحطه في اماكن الا 70 درجه. معناها اللوجيستيك في حد ذاتها اختيار برشا. معناها خلينا نأملوا ونستناو في الفاكسان وان شاء الله يجي. في تونس الوزير قال ما قبلش من مود مي يحضر الفاكسان، يجي الفاكسان نجمو نجيبوه معناها. واحنا بيدنا في باستور قاعدين مع باستور فرنسا وغيره، قاعدين نعملوا في لقاح خاص بمخابر باستور، مازلنا ملو. لكن ما يلزمناش نحلموا برشا، خاطر شنو احنا مشكلتنا في تونس؟ كي نحلموا نغلطوا، ننسوا، نعملوا ولا شمو، هاي تو جينا الفاكسان دونك، لا يا سيدي الفاكسان اعتبره مش موجود قبل ماي جوان 2021، تو لا بريفونسيون. هذه الاولى. الحاجة الثانية، راي الجدية في التعامل مع الوباء، هذه نظرية الخطأ والتجربة، ونعمل خطوة ونوخر التالي، ونعمل خطوة ونوخر التالي، بصدق أنا نعتبرها ما تليقش بدولة محترمة. ما تجيش الدولة راهي تاخذ بخاطر سي منظر وسي عمر وسي فلان
ويتغش السيمندر تعطيه ويتغش القطاع الفلاني نعطيه، والبارح متغشين القضاة واليوم متغشين المحامين واليوم متغشين الطب وغيره. مش ممكن، مش ممكن نغلب الوباء هذايا باستراتيجية مش واضحة. الحاجة الثانية، مش ممكن نغلب الوباء وإحنا الجيش متاعنا اللي هو القطاع الصحي مازال ضعيف ضعيف. راهو حالة المستشفيات مانيش نحمل فيها الحكومة هذه ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، لكن حالة المستشفيات حالة يرثى لها. ما فماش معناش إمكانية أنه نتحملوا ألاف لا قدر الله المصابين. أنتم ريتوا توا كيفاش بدينا في الموجة الأولى، أي واحد يشكوا فيه دخلوا السبيطار. اللي ولينا توا يجي واحد بالأعراض وبالسخانة ونقولوا له امشي اقعد في دارك وخذ الدواء وربي يشفيك. وفعلا توا وصلنا بون، مازال عندنا بعض معناها الاسره الانعاش، لكن ما عادش برشا. اوني براتيكمون 60% ولا 70% في اسره الانعاش و 50% في اسره الاكسجين. ثم حاجه اخرى نحب ناكد عليها، دونك احنا شو مطلوب منا تو؟ مطلوب منا انه نمشيو في البريفونسيون والتوعيه. مطلوب منا الحزم بالقانون. ما نسمحلكش انت يا سيدي باش تحوش من غير بافيت باش تعدي لي انا ثلاث اربع نعاني فيك انت وهم. حاجه رابعه، نمشيو في حوايج سهله، حوايج سهله، نقويو نجيبو دويات، نقويو السيستيم السانيتير نتاعنا، نعملو انتدابات. ليش يا خويا وظيفه عمي مسكره عندها 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 اربع سنين تو قداش؟ انا قلت وقت اللي كان قبل في تونس كان التحدي والارهاب، عملنا وجبنا وانتدبنا 20,000 بين بوليسيه وجيش. توا التحدي الاكبر شنو؟ الوباء. ليش مسكر عليا يا خويا؟ عندي اقسام في المستشفيات ما فيهاش ديزانفيرمي دي ميدسان. انت دب يا خويا. ميزانيه وزاره الصحه وتو تشوفوها في 21 كيما 20 كيما 19 كيما 21، معقوله؟ ثم زياده تقريبا 4% حسب تحكي فيها شنو يدي؟ هي 4% توا شوف شوف خويا العزيز، مقدرات الدوله الكل تمشي لمحاربه الوباء. رانا نحكوا على مرض قاتل عباله ارهاب صحي هذا. دونك حاجه اخرى، نمشيو في المستشفيات الميدانيه. المستشفيات الميدانيه تخف على المستشفيات، معناها سوسون ديلي اسره نتاع اكسجين في فضاءات مفتوحه. مفتوح. شافها سي احمد قعلول، عمل مستشفى ميداني في منزه، ومن اللي مشى سي احمد قعلول معناها توا سمعت دكتور في الختام خليني نوجه بعض الاسئله. لا هذه كلها ايجابيه. هذوما تقريبا اجراءات خاصه بالدوله. خلينا نحكيو بالنسبه للمواطن شنو يلزم يعمل ايضا لمقاومه هذا الوباء وحده. المواطن ما يلزموش يخاف، المواطن يلزم يعيش. لان يعني احنا مخلوقين باش نعيشوا. يعيش ويستحفظ على اللي معاه. شو مطلوب منه المواطن؟ كي يخرج يلبس بافيت، كي يمس حاجه يغسل يديه، ما يسلمش، ما يحملش، ما يبوسش. كاهو لازم مطلوب منه مواطن ثلاثه حوايج: تباعد الجسدي مترو المتر ونص، بافيت بافيت في الاماكن المغلقه المفتوحه، وعدم اللمس. هذا مطلوب ثلاثه. واستعمال المعقمات. كاو فيش حاجه صعيبه هذه. واضح. واللي يحس روحو عنده اعراض يتصل بالطبيب نتاعو. هكا هو. وتوا خلينا نلاحظ بالله ملاحظه ونتعدى. أي. بكل لطف للبرشا خويان، راهو اللي يحس روحو عنده اعراض ومالغريسا يمشي يخدم، واللي يمشي للقهوه راهو ما يجيش. هذيك قاعد تو الناس قاعدين يخافوا، انا عندي اعراض لا قدر الله، تو كي نمشي نعدي تو نبطل خدمتي، تو صحتوني من خدمتي، تو مش عارف شنو هي. يا خويا راهو اللي يمرض يلزم يداوي. واضح. خلينا نختم معك سي عمر تقريبا في اقل من دقيقه. كلفه المرض اكثر اغلب ياسر من كلفه انك تقعد في دارك وما تخدمش. تمشي تخدم نهارك ب 30,000، تمرض تعمل تحليل ب 200,000. واضح. نحب نعطيك في اقل من 30 ثانيه. اني كنت مش كنت ولا زلت نستعمل النقل العمومي، الخط نتاع برشلونه حمام لمف، الكار 26 ا 26 بي، ما تلقاش كيفاش تطلع في الكار. اني نوقف ما نلقاش كيفاش نطلع نبقى للكار الاخرى وتجي معبيه ولا كيفاش. يعني نحكوا على التباعد يا دكتور. راهو صحيح المواطن يحب العمليه ذي ولو كان يلقى طريقه كيفاش ايه، ولكن زاد يلزمنا نوفروا ثم امكانيات لابد من توفيرها. كي نقول لك على المناطق البعيده وخاصه المناطق الشعبيه اللي انت قلت من بكري، وقتاش باش يوصل للفقير هذايا؟ وقتاش باش يوصل للدواء؟ اذا كان جي في ماي لتونس الفقير اللي هو في حسن الفريد ولا في زرمدين ولا في دراوين يوصل لها، راهو يوصل لها في سبتمبر.
اي من هني سبتمبر وحنا قاعدين نركبوا في الكار بالطريقه هذيك، قاعدين نركبوا في المترو بالطريقه هذيك. واضح، رساله وضحت سي عمر، بارك الله فيك، شكرا لك على كل ما تفضلت به. شكرا لك دكتور عضو اللجنه العلميه لمجابهه وباء كورونا دكتور مدر الونيسي، بارك الله فيك. شكرا لكم على حسن الاستماع، نتقابل غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت، الى ذلك الحين نترككم في رعايه الله، الى اللقاء.